كركوك المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه لضمان استمرارية التجهيز، مشيرة إلى أن الماء المجهز في كركوك صالح للشرب ونقي 100% ويخضع لفحوصات مختبرية دورية. دائرة ماء كركوك أشارت إلى أن المدينة ستشهد استقرارا في تجهيز المياه الصالحة للشرب بعد الانتهاء من مشروع ماء كركوك الموحد. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. دعت مديرية ماء كركوك المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، ونوهت المعاونة الفنية لمديري ماء كركوك أن المياه المجهز للمواطنين صالحة للشرب 100%، مؤكدة في الوقت ذاته أن كركوك ستشهد استقرارا في تجهيز الماء حين اكتمال مشروع ماء كركوك الثاني الموحد. أدعو المواطنين إلى التعاون مع مديرية الماء لترشيد استهلاك المياه لحين إنجاز مشروع ماء المرحلة الثانية وحل مشاكل المياه. في حالة عدم إنجاز مشروع ماء كركوك المرحلة الثانية الذي سبق وإن نشرنا تقارير حولها لمعالجة مشاكل الماء في مدينة كركوك، وحاليا نسبة إنجازها لا تتجاوز 65%، وتأخير هذا المشروع سيؤدي إلى حدوث شحة مائية في مدينة كركوك وخاصة في موسم الصيف. ومع هذا التزايد المستمر لعدد النازحين إلى مدينة كركوك نتيجة الوضع الحالي، فلها تأثير أكيد سلبي على مدينة كركوك. نطمئن جميع مواطني مدينة كركوك بأن الماء المنتج من المشاريع المائية والواصلة إلى المواطنين هي صالحة للشرب بنسبة 100%، فهناك مختبرات في موقع مشروع ماء كركوك الموحد المغذي لمدينة كركوك. الماء الصالح للشرب المجهز للمواطنين في كركوك يخضع لاختبارات صحية وبأجهزة مختبرية متطورة. يعتبر ماء كركوك من المياه النظيفة والجيدة على مستوى العراق، لأن نسبة الملوحة في ماء كركوك 400 مايكروموس لكل سنتيمتر، في حين يصل هذا العدد في المناطق الجنوبية من العراق بحدود 1500 إلى 2000 وأكثر من هذا العدد. ونقوم نحن في المختبر المركزي لمديرية ماء كركوك بفحص 150 نموذج كيميائي و350 نموذج بكتيريولوجي في كل شهر. ترشيد استهلاك المياه من قبل المواطنين يساهم في الحفاظ على كمية المياه المجهزة وعدم شحتها بين الحين والآخر. يشار خالد، فضائية كركوك. رجح وزير الخارجية